حيوجد مين؟ انتبهنا. فالواحد يخرج من الخلاف يريح حاله. حنقرأ حميم عين سين قاف ونجيب عين كم حركة؟ حميم عين سين قاف. بدنا عناية بالإخفاءات. الله يرضى عليكم. في إخفاءات. عين سي في إخفاء. سين قا في إخفاء. حنعيد. أنا حعيدها وبعدين أنتم بتعيدوا وراي. وانتبهوا للإخفاءات. أعطوها حقها من الغنة والزمن. حميم عين سين قا. لا 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 عم تاكلوا الغنة. اللي بياكل الغنة بيفطر. ها ممنوع الأكل في الدرس. نعيد من أول. يلا مع بعض مع بعض. ليه كده؟ الله يهديكم. ليه كده؟ وعيدها. حميم عين سين قاف. يلا يا جماعة اتقوا الله. في غنى يا جماعة. سي عين. سمعتوا الصوت؟ يلا من أول مع بعض. يعني اللهم اغفر لي ولأخي. حنعيدها ونمد عين ستة. حميم عين سين قاف. أحسن من أول. الله يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه. قاف. نون. هذه الحروف المقطعة في كتاب الله صعبة بس إلا رياضة امرئ بفكه. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى كم مجموعة؟ أربع مجموعات. ألف هي المجموعة الأولى ولا مد فيها. ليش ما فيها مد؟ لعدم وجود حرف مد. هلا لما بتقول ألف أين حرف المد؟ همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، كما قال إمامنا الشاطبي: وما في ألف من حرف مد فيمطلى. يمطلى يعني يمط ويطول. وضح؟ نعم. المجموعة الثانية فيها خمسة أحرف، كل حرف منها ينطق على حرفين. على كم حرف ينطق؟ على حرفين. حا طا ها يا را. هذه الخمسة. حي طهرة كما جمعها الشيخ سليمان الجمزوري، ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد. إذن على حرفين مو ثلاثة، ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا كما ترون أمامكم. تنبيه: لغة يقال ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال، ويقال ألف با تا ثا جيم حا خا دال. فلغة تنطق مهموزة وتنطق إيه؟ غير مهموزة. لكن قرآنا لا تنطق إلا إيه؟ غير مهموزة. في القرآن ما بيصير نقول طاها. شو بدنا نقول؟ طاها. ما بيصير نقول ياسين. شو بدنا نقول؟ ياسين. لكن لغة بصح ولا ما بصح؟ بصح.
حروف سنقص لكم، سنقص لكم، هذه السبعة ينطق كل منها على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد. كل واحد منها ينطق على كم حرف؟ ثلاثة. الحرف الأوسط حرف مد، معناته الحرف الأخير شو بيكون؟ ساكن، وبالتالي يمد مدا لازما حرفيا، قد يكون مخفف وقد يكون مثقل. هكذا: سين، نون، قاف، صاد، لام، كاف، ميم. كل واحد منها ينطق على كم حرف؟ ثلاثة حروف أوسطها حرف مد. كم واحد؟ سبعة. جمعوها بقولهم سنقص لكم. المجموعة الرابعة والأخيرة فيها حرفا واحد وهو حرف إيه؟ العين. ينطق على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين، مو حرف مد مثل اللي قبلها، ويمد بمقدار أربعة أو ستة حركات من الشاطبية. شو قال إمامنا الشاطبي؟ وفي عين الوجهان والطول فضلا. ويلحق بمد اللين، وذلك في كاف هاء عين صاد حاء ميم عين سين قاف فاتحة مريم والشورى. ليش يلحق بمد اللين؟ طبعا لما بتقول ملحق معناها في شرط ناقص. مد اللين أيها الإخوة مر معنا تعريفه؟ لسه سيأتي معنا تعريفه. هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، مثل قريش، خوف. فهذا الحرف الأخير قريش شو أصلها؟ قريش، خوف. فلما وقفنا سكن الحرف للوقف. هو أن يأتي حرف اللين، مو حرف المدها، أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا. طب تأملوا عين، هو أن يأتي حرف اللين، جاء حرف لين ولا ما جاء؟ جاء. طيب وبعده سكون حرف ساكن سكونا عارضا، هون اختل الشرط. في سكون ولا ما في؟ في، لكنه أصلي، يعني وصلا ووقفا. طيب طالما أصلي معناته مهولين. طب وين بدي حطوا هذا المد؟ أنا عندي شيء اسمه عين، ويمد أربعة وستة من الشاطبية، ومن طريق الطيبة يمد اثنين وأربعة وستة. طب وين بدي حطوا؟ لو تأملنا عين فيه وصفان يشابه فيهما مد اللين. الوصف الأول أن حرفه حرف لين، والوصف الثاني أنه يمد اثنين وأربعة وستة من طريق الطيبة، أو أربعة وستة من طريق الشاطبية. المهم مو ستة فقط، في ستة وفي أقل. فإلحاقه باللين فيه كم وجه شبه؟ وجهان. في بعض الناس منهم الشيخ المرصفي الله يرحمه، شيخ فتح سيد عجمي المرصفي في هداية القاري، ألحقه باللازم، قال يلحق باللازم. أنا لا أرى ذلك. ليه؟ لأنه اللازم أولا حرفه حرف مد، وهذا حرفه حرف إيه؟ لين. الأمر الثاني اللازم مجمع على أنه ست حركات، وهذا مو مجمع على أنه ست حركات. فأني أرى العبد الضعيف أن إلحاقه بمين؟ باللازم أكثر شبها من إلحاقه، أستغفر الله، إلحاقه باللين أكثر شبها من إلحاقه باللازم، والله أعلم. تنبيه: يقرأ التالي للقرآن الكريم أسماء الحروف المقطعة لا الحروف نفسها. هذا مهم يا أخواني، يعني في القرآن العظيم ألف لام ميم وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مكتوبين مثل بعض، لكن ألف لام ميم نقرأ أسماء الحروف، وألم ترى نقرأ الحروف. انتبهنا؟ فرقت بين قراءة الحروف وقراءة أسماء الحروف. في الحروف المقطعة ماذا نقرأ؟ أسماء الحروف. ما عدا الحروف المقطعة ماذا نقرأ؟ نقرأ الحروف. ألف لام ميم تقرأ هكذا كذا كما ترون. التنبيه الثاني: على القارئ أن يطبق أحكام التجويد على الحروف المقطعة، فيدغم ويخفي ويقلقل ويفخم ويرقق، وهذا ما فعلناه بمعيتكم منذ قليل. خلاصة البحث: ألف يمد ماله ما يمد لا مد فيه، حاء
حي طهرة يمد بمقدار حركتين مد طبيعي، سنقص لكم يمد بمقدار 6 حركات مد لازم، عين يمد بمقدار 4 و6 وملحق بإيه؟ بمد اللين. هذا خلاصة مبحث مين؟ الحروف المقطعة. صار العشاء؟ طيب، إذن انتهى الحديث بنا على المد العارض للسكون ومد اللين. إن شاء الله تعالى نصلي العشاء ونعود، وأرجو ألا نطيل بعد العشاء. صلوا وتعالوا مباشرة.